ليبيا مقبرة الغزاة وجنة المعمرين، والتاريخ خير شاهد على ذلك، ولنا في الجهاد صفحات تنصع بياضا، فليبيا أرض شيخ المجاهدين. وأن تحمل سلاحا وتغزو ليبيا فهذا من حقك، ولكن أن تنجى بفعلتك وتعيش فهذا من حقنا. وهذا بالفعل ما حدث مع المستعمر العثماني الغاشم. وزارة الدفاع التركية قد أعلنت عن مقتل أحد جنودها في ليبيا ويدعى بلال يلماز، يتم نقله إلى مسقط رأسه في حي كوزان بمدينة أضنة التركية. ونقلت الوزارة في تقرير لها بأن جثمان يلماز نقل من ليبيا إلى مدينة غازي عنتاب التركية ليلا، وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد بهاء الدين ناقيب أوغلو، وبعدها قد أرسل الجثمان إلى مسقط رأسه في منطقة كوزان في أضنة. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت أمس الثلاثاء رسميا مقتل أحد جنودها في العاصمة المحتلة طرابلس، ووجهت الوزارة التعزية لأسرة الجندي التركي بلال يلماز الميت في طرابلس، مؤكدة أنه مات أثناء عمله في ليبيا. ولم تكن وفاة يلماز هي الأولى لضباط أتراك في ليبيا، فالمصادر والتقارير الصحفية قد أكدت مقتل اثنين من العسكريين الأتراك في ميناء طرابلس أثناء قصف سلاح الجو لسفينة شحن تنقل أسلحة تركية لميليشيات حكومة الصغيرات خلال شهر مارس الماضي، فضلا عن سقوط أتراك آخرين كانوا يستقبلون شحنات أسلحة تركية قادمة على متن سفينتين تركيتين وتم تخزينها في ميناء طرابلس استعدادا لنقلها إلى مطار معيتيغا الذي تحول لقاعدة عسكرية تركية. لقناة ليبيا الحدث، سفيان بوغرسة.